إليها. نعم. وهو لما جرت البعثة سنة في يوم 27 رجب 93، وكانت المكافأة زهيدة 55 جنيها، كنا نستعين بأخذ بضائع معنا، منها عدة روادو صغيرة نبيعها بأثمان خيالية، مسجلات صغيرة لتحسين الدخل، تحسين الدخل، منها حقائب دم اللي هي سمسونايت، منها كرمك الله الشباشب، منها السحاب حق الصدر ذا، ايه ها، منها شاهي، ايه كان فيه الشاهي صندوق فيه 250 علبة، نعم، خشب طويل فيه 250 علبة، العلبة في حجم 3 أصابع. لما أعطي مصري 5 علب من هذولا ما ينزل على الأرض، طال يطير فوق، فضل عني إذا أردت أني أبيعك أني ما بعت من الشاهي، ايه. فصار معي 22 شنطة. كان مسموح؟ ها؟ كان مسموح لكم؟ تجيك القصة. ايه. لما وصلنا في الجمرك قالت لي زوجتي ترى حقائب المصريين ياخذونها ويكفؤونها كذا. ايه. على الأرض. ما يخلون شيء على بعضه. ايه. قلت الله بعين الله عليهم. جاء دوري فتح الشنطة لقى علبة الشاي الصغيرة ذي. قال اهدى اهدى. وأقوم أشقها وأضربها وجهه. قلت هذه مخدرات، أنا جاي لمصر أحسب أن الأزهر كعبة الدنيا، كعبة العلم، لأنها برجع لطيارتي، برجع خلاص، لم لي عفشة برجع. جاتك هالبنت الله يسر عليها ويحفظها وقامت ربت عاتتها، قالت سيبك من هذا مجنون، هذا مجنون. وقام سلامك الله طار هو مثل الشيطان الرجيم، وقامت وأشرت على جميع الحقائب، لو فتحتهن تسرحنا في داهية. إيه. لأني متفق مع صديقي موجود الناس اسمه محمد الأحمد السعدان الله يحفظه ويسلمه، قلت له تستقبلني، ما بغيت لا سعوديين غيره ولا بغيت مصريين، ايه. أنا وحقائق عيالي كنا 5 مع العفش 22 حقيبة في سيارتين بيجو بوكس، ايه. على كل حال دخلنا البلد وتعبنا لين سكننا في عدة شقق إلى آخره، ايه. يعني تعبنا يعني وضعنا ما كان مريح جدا. هذا الشيخ في مصر كم جلست في المرحلة هذه في مصر؟ قلت لك من 27 رجب 93 ورجعت في 16/11 سنة 95. سنتين؟ سنتين وشهرين أو 3. ورجعت مباشرة؟